قرار استيراد سيارة مستعملة تم انتظاره كثيرا، لكن لما جاء أثار العديد من التخوفات، ما جعل الكثيرين يطالبون بمزيد من التوضيح وتوسيع القرار ليشمل السيارات أقل من 5 سنوات. ماذا بينا 5 سنين خير خويا؟ موان سانكو تي ماتريال يدخل ماتريال صحيح، موان سانكو ماتريال صحيح خويا. أنا سي بونوبيل 2014 2015 سيبها ما كان والو، فهمت خويا؟ احنا ماذا بينا موان سانكو خير. موان سانكو يا خو تساعدنا احنا، دوكا طونوبيل كيما ديك خطرة كنت نتبع انا لقيت 208 208 كي تسقام لك كي تجيك مليك تسقام لك 146، هنا يلاحق حتى 220. لا لا هي لهيك تسقام 100 والعفايس تاع وحال اخرين يسقاموا لك 46 45 كلش يعني. ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة كان له حيز أكبر في تخوفات المواطنين، ففي غياب مكاتب الصرف والتوجه للسوق السوداء سيتضاعف سعر السيارة المستوردة دون احتساب الضرائب والرسوم التي ستفرض عليها. لو كان تبيع لك الدولة تبيع لك شونج فيها يتم مليحة، بصح أنا ما باعولكش باش تشري ماشينوار ما فيهاش، ما طروازوها هذيك ما ياخذوا راهي غير يحبسوها، ما فيهاش. دوك الطونوبيل تشريها من تمايا تزيد تخلص لادوان تخلص تيفيا تخلص هذه تسقام لك اكثر من تجيبها اكثر من اللي تشريها هنا في الجزائر، ماشي حل. الا يبيعوا لك شون صحة، بصح ولا ما يبيعولكش ماشي حل. استيراد السيارات المستعملة قرار يثير الكثير من الجدل نظرا للضبابية التي تحيط به، لتبقى الامال معلقة على نواب البرلمان من اجل كشف اللبس واثراء القرار بما يخدم امال المواطن الذي يحلم بامتلاك سيارة.